أن تشغل الإنسان داخليا. إذا شروط الفرع نقيس عليها، كتبنا فيها شيء ولا؟ ورأينا شروط الأصل أو النقيص عليه، وما زال شروط الفرع النقيص. طيب نواصل نكتب إن شاء الله المشترك في الفرع الذي يراد مشترك في الفرعين. الذي يراد قياسه على الأصل، قياسه على الأصل. الفرع متى يقع؟ في أي زمن يقع الفرع؟ الفرع متى يكون؟ غياب النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون الفرع؟ غياب الأصل. لا، متى يكون في ناحية الزمان الفرع؟ نعم، بعد يعني كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر فرع، لأن ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. الأحكام الشرعية نزلت على حوادث النوازل خاصة، ذلك أصلية. فنحن كل ما وقع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فرعا، اللي وقع في عهد نحن النوازل المستجدات والأحداث الجديدة اللي كلها في الوقت السابق. نحن نتحدث الآن عن الأشياء الجديدة المستجدة التي لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف حكمها؟ نقيسها على الأصل. إذا كان ثم تماثل ثم اشتراك في العلم ثم تشابه، واضح؟ إذا فكل ما يحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فرعا. إذا يشترط في الفرع قلنا الذي يراد قياسه على الأصل، أول شرط أن تكون علته مماثلة لعلة الأصل، أن تكون علته مماثلة لعلة الأصل. كيف مثلا علة تحريم الخمر؟ ما هي علة تحريم الخمر التي يجمع عليها أهل العلم؟ هي الإسكار. فكل ما أسكر فله حكم الخمر فنحرمه، كما تركها المخدرات وغيرها الحشيش وكذا، فيحرمون العلماء لأنه عنده نفس العلة وهو الإسكار. وإن كان اعتمد على حديث كذلك النبوي يقول أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مفتر. المفتر الذي يرخي الأعصاب ويجعل الإنسان في حالة فتور، فالمخدرات هي مفتر والعياذ بالله معروفة. إذا أن تكون علته مماثلة لعلة الأصل، وهذا شغل المجتهد الذي يدرس هذه العلة ويسبرها وبعد ذلك يعطي الحكم. ومثال ذلك، نعطي مثال إن شاء الله. نعتذر عن هذا الصوت المتقطع، حسبنا الله. قال علة الإسكار في النبيذ، علة الإسكار في النبيذ مماثلة لعلة الإسكار في يتم في ماذا؟ في المخدرات. ما هو نقيسه في الفرع عذلك في عالم مش ممكن يقولون خمر، أحسنتم، في الخمر. إذا الذي نزل من نص القرآن هو تحريم الخمر، إذا تحريم النبيذ والمخدرات مماثلة للإسكار في الخمر. شنو النبيذ؟ شكون يفسر لنا؟ نرفع الأصابع من غير المظاهرات فوضى. النبيذ، ما هو النبيذ؟ النبيذ مشتق من نبذ ينبذ. أنا شرحت هذه الكلمة في تعليقي على رسالة ذنب الخمر للحافظ بن رجب الحنبلي، رسالة تقريبا في الحجم هذا وأكبر قليلا، حققتها منذ سنوات ومنعت من دخول تونس. ثم جاءت بعد معرض كيف مرض معرض الكتاب، فعنوانها ذنب الخمر. عملت لها مقدمة في أضرار الخمر الطبية الصحية، بعض الأحاديث باش نجمع بين التراث المعاصر إن شئتم بين التأصيل الشرعي وكذلك التأصيل العلمي. النبيذ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعرفوا أهل الصحراء الماء عندهم
في ملوحة اللي يسكن في الجنوب يعرف الأمر هذا. فلما ما تستطيعش تشعر في حينه في ملوحة كبرى. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينبذون قليلا من التمر أو كما قالت الشعير أو العنب، يعني بعض الغلال الحلوة يضعونها في الماء فتبيت هكذا، ثم يشربون الماء من الغد بعد ما يبات ليلة هكذا، يقول لي الماء حلو، تقول لي فيه لذة وفيه طعم فيستساغ. فكانوا يشربوا النبيذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبيذ يبيت ليلة واحدة ينبذ فيه قليل من التمر أو العنب أو أشياء يعني حلوة حتى يتغير طعمه، لأن الماء فيه ملوحة حامض ملغ كما يقولون. بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع التوسع في هذا النبيذ، ولو يتركوه مش ليلة واحدة، يتركوه ليالي حتى يولي خمر. لما تحط تيمان تحط فيه مواد تتخمر تبدل ريحتها، رائحته اللي كريهه وكذا، فمصيبة. وكما برشا ناس يقول لك يعني نشرب اللاجي لكن يبيعوا فيه هذاك في العاصمة، هذاك لا يشرب هذاك، لأن اللاجي بالحقيقة يتشرب في حينه في وقته. هي شنو هي قصة اللاجي؟ لأنه نخلة كبيرة في السن يقع قطعها فتقطع ثم يشق القلب بتاعها ويعملوا لها يعني مسار هكذا، فينزل قطرات سائل أبيض مثل الحليب في غاية الحلاوة، يعني حلو الطعم. هذا هو اللاجن يتشرب وهو طازج يعني زال جديد، فهذا مغذي وهذا حلال في حد شبهة. أما هم يجيبوه من الجنوب بعد أسبوع مش من اللاجن، ما عادش لاجن. الفساق هناك في الجنوب يخموه اللاجن يتركوه أيام حتى يتغير الرائحة بتاعه باش يولي خمر. فإذا كان النبيذ نفس الشيء، نحط نحن تمر أو حبوب أو شيء من الغلال ونضعها في الماء ونشربها بعد أسبوع، بعدين صارت خمر ولا تتأثر على العقل وتذهب العقل، فعندها نفس العله مثل الإسكار، واضح؟ لذلك على المسلم أن يتق الله عز وجل ويشرب مثل هذه الأنبذة وهذه المشروبات. عندنا كذلك في الدكاكين بتاعنا العطارة والعطريات كما يقال التي تبيع المولودية، ولا حتى في المساحات الكبيرة التي بتاع التجارة في المغازات، فما بعض اللوصل العصائر يجيبوا فيها مشرق عصير وسمونابين، كذلك في فيها شبهة الحقيقة، لأن النبيذ اللي يجيبوا فيها وكيعمل إعلانات في القنوات الخارجية والسعودية بالأساس، هذيك فيها شبهة الخمر. وفما بعض الناس اللي يشربوا منها كمية حصلت لهم نشوة وتغيرت يعني عقولهم والعياذ بالله. فشوف سيدنا عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الجليل والذي عاش في القرون الاولى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفها بالخيريه، خير الامور قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك كانوا يتورعون. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم توسع الناس في الانبذه وفي هذه المشروبات، فصاروا يشربون يعني اشياء مشبوهه كما قلت لكم. النبي ما عادش يبات ليلي ولا يبات ليالي حتى يتغير. فالصحابة من الورع الذي كانوا عليه حرموا على أنفسهم كل المشروبات إلا استثناء أربع ماء، قال إلا الماء والعسل والسويق واللبن، نعم ممكن اللبن. فهذه الأشياء الأربعة التي أباحوها والبقية كل حرمها، فصاروا يشربون إلا الماء والحليب والعسل والسويق الأشياء المعروفة. أما الأنبذة خاصة أهل العراق ولم يتوسعوا يشربون النبيذ رغم تغيره، فحكم حكم الخمر لأنه مسكر، يعني نفس العلة اللي في الأصل الإسكار اللي ربي حرمها هي العلة الموجودة كذلك. فإذا اشترك في العلة وتوقع هذا التماثل يحكم المجتهد بأن هذا المشروب حرام. فأين نحن بهذا العصر؟ أين نحن من هذه الفتنة التي وقعت الآن؟ تمشي للمغازات تلقى عصائر مصنعة في ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا في بلاد الكفر، فكيف يشربها المسلم؟ يقول لك لا هذيك راهي نخالة بتاع شعير ولا أدري وعصائر وراهي لا تسكر 100%. أما يهودي اتق الله، وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ فإذا اتق الله الإنسان أصلا في هذا العصر يترك الكثير من الأشياء من باب الورع. باء النوع الثاني
ألا يستبق الأصل، ألا يستبق الأصل المنصوص أو المجمع عليه، ألا يستبق الأصل المنصوص أو المجمع عليه. نحكي على الفرع، الفرع مش يستبق الأصل، لأن الأصل يسبق الفرع، لأن الأصل يسبق الفرع. مثال على ذلك: فالنبيذ متأخر عن الخمر، فالنبيذ متأخر عن الخمر، يعني النبيذ ما فيهوش حكم صريح واضح، جاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد غص الناس بتسير. أما الخمر فهو الأصل، زين، وحكم الخنزير سابق لشحمه. رب العالمين سبحانه وتعالى حرم الخنزير، لكن ما قريش نص واضح نحن في الشحم تاعو، عقل نقيسوا عليه. وحكم الخنزير سابق لشحمه، سبقنا تحدثنا على المراتب بتاع التحريم، كيفاش تحريم لحم الخنزير، وبعد ذلك تأتي الأمور الأخرى. جيم، ما قلنا آبا جد، ترتيب تاع الفقرات يكون آبا جد، يعني وزن، وترتيب العلوم الكبر يكون آبا تاجيم حا، غير هذا، زوز ترتيب وزن مقيس يعني في البحث العلمي في النصوص، في داخل الفقرات نقاط آبا جد الترتيب هكذا. جيم ألا يكون قد نص عليه، نص عليه، أن لا يكون قد نص عليه أو أجمع عليه، أن لا يكون قد نص عليه أو أجمع عليه، يعني ما فيهوش نص، ما فيهوش إجماع، يعني إذا كان فيه نص ما نعرفش نزيدو نحنا نجتهدو باش نفتشو على الحكم، فيه هو منصوص عليه، هو أصل، هذا هو، فنحن نفتشو على الفرع اليتيم. اللي لا عنده لا حكم ولا عنده أصل وما قيلش حتى واحد تحدث عليه، في وقتها فتشوه على الحكم الشرعي فنقيسوه على غيره. إذا كان وقع نص عليه انتهى الأمر، أصبح هو ذو أصل، وإذا كان وقع إجماع عليه كذلك انتهى، ألا يكون قد نص عليه أو أجمع عليه. نزيد نفسره: لأنه لو نص عليه أو أجمع عليه أو أجمع عليه يكون قد خرج فعلا من دائرة القياس والنظر، قد خرج من دائرة القياس والنظر والاجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع النص، لأنه لا اجتهاد مع النص كما يقول العلماء، لأنه لا اجتهاد مع النص كما يقول العلماء. نحن القياس جعلنا احنا مرتبة من مصادر التشريع، مرتبة بعد القرآن بعد السنة بعد الإجماع في القياس. إذا حاجة فيها القرآن انتهى، ما عادش كده نص واضح. إذا حاجة فيها السنة ارتاح، والحاجة ما فيش قرآن وسنة نفتشوا على دليل قوي اللي هو الإجماع، إجماع الصحابة، إجماع العلماء، إجماع أهل المدينة، فهذا يعتبر كذلك مصدر مصادر التشريع المعتمدة عند جمهور العلماء. ما قيلش لا قرآن ولا سنة ولا إجماع، وقتها تجيب القياس هو اللي يجتهد العالم ويعمل ورائه إلى وجدها بحكم شرعي بتفتيش على العلة. إذا كان قاعد تشترك في العلة مع حاجة أخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بحرمها، حرمتها أو كراهتها أو إباحتها أو غير ذلك، يعطيها حكم شرعي. وبما أنه ما فماش نص واضح في هذه المسألة الجديدة دي، فهي حكمها حكم الاجتهاد، والقياس هو أكبر عنصر
عناصر الاجتهاد، وهذا اجتهاد مع نصف القرآن. تو نجيو لشروط العلة اللي هي أخطر حاجة في باب القياس وأعظم حاجة. شروط العلة، لا نحن مو حكينا على شروط أركان القياس، قلنا الأصل المقيس عليه، وبعد شروط الفرع. تو ثالثا شروط العلة. في شروط أركان القياس ذكرنا رقم، شروط الأصل المقيس عليه أولا، شروط الفرع المقيس ثانيا، الشيء ثالثا شروط العلة. يشترط في العلة التي هي الأمر الجامع بين الأصل والفرع، يشترط في العلة التي هي الأمر الجامع بين الأصل والفرع أبتاه ولا أبجد؟ أبجد، نعم، ترقيم في وسط الفقرات، أبجد. أن تكون وصفا مناسبا، أن تكون وصفا مناسبا للحكم وموافقا له، أن تكون وصفا مناسبا للحكم وموافقا له. فصل، من حيث جلبها للمصلحة ودفعها للمفسدة. يعني ما تكونش وصف غريب، ما عندوش علاقة، لكن يكون وصف. علاش حرمت الخمر؟ خاطر رائحتها كريهة، ما تقبلش. أو عملوا خمر رائحته طيبة، يعملوا بالريحة اللي يقولوا أروماتيزي، شنو يعني تسقط في الهواء، ما عارفش شنو معنى التحريم. قال مش خاطر رائحته كريهة، لا، فما حاجة أكثر من الكراهة والرائحة، هي قضية الإسكار. أكبر مصيبة وأكبر خطر وأكبر علة وأكبر داء وأكبر أثر يخليها الخبر هو إذهاب العقل. هذاك علاش يسموها أنواع من أنواع التوراة العالمية لما يتحدث عن الخبر بتاع الآخرة، مش يقول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ما معنى الغول؟ الغول احنا تو ثم أنواع من أنواع المخدرات أكرمكم الله، اسمه الغول، نوع غالي وعزيز كما يقال، وهو خبيث من الكلام، يسمى الغول. ما معنى الغول؟ قال ربنا فيها غول، يعني الخمر بتاع الآخرة تختلف عن الخمر بتاع الدنيا في العديد من الأشياء. أولا رائحة الخمر بتاع الدنيا كريهة، بينما رائحة الخمر بتاع الآخرة طيبة. الطعم بتاع الخمر الدنيا مر، فيه طعم خبيث، بينما طعم الخمر بتاع الآخرة حلو، عذب، مستسار، لذيذ. الخمر بتاع الآخرة لا يؤثر في الدماغ وفي العقل، الإنسان بيدرك العقلي، بالعكس يزيد سعادة، يزيد نشاط، يزيد حيوية. بينما الخمر بتاع الدنيا تغتال العقل، هذاك علاش ربي قال في خمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فاغتيال العقل ونزيف المدارك يوجد في خمر الدنيا، أما في خمر الآخرة فهي مبرأة عن هذه الأشياء. وانت ترون الإنسان يشرب الخمر كيف يصبح مثل الكلب، مثل الحيوان، يتمرد في التراب ويتبول هكذا ويتقيأ وتتغير أحواله، يعني يصبح أشنع وأقبح من الحيوان. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الآثار السلبية والخطيرة للخمر التي شربها والعياذ بالله. إذا نراعيو عنصر جلب المصلحة ودفع المفسدة، وأكبر مفسدة كما قلنا هو إذهاب العقل. والخمر كما قلنا تأثر في الكليات الخمس. شنو هي الكليات الخمس؟ اللي هي اللي أمر الدين بالحفاظ عليها. أول شيء هو الدين، أحسن، الدين، ثم العقل، ثم العرض، ثم النفس. وقلنا النفس قبل العرض والمال، فمش يكون يقدم العرض
يقول لك واحد يقتل نفسه على جبل عرض المرات يطيح الروائح على جبل عرض المرات يكون يقدم الان صح. فالخبر الدين تذهب الدين. تصور واحد كان لابس عليه طعام وشرب الخمر صار يسب الدين وترك الصلاه وارتكب الفاحشه وقتل وعمل وكفر يعني بزاف في دينه هذا انتهى فيتنسى الدين نتاعه ممكن يرتد والعياذ بالله. اثنين النفس شوف حوادث الطرقات تتقلص جدا جدا في شهر رمضان المعظم وقريت مقالات عديده انا اتابع كثيرا الاعلام والصحافه لاحظ بنو علمان لاحظوا كيف ان نسبه الحوادث بعد الغروب تتقلص جدا في رمضان فاكتشفوا شيء رهيب قبل شنو السر؟ السر هو توبه الناس في رمضان وبعدها عن شرب الخمر واكبر سبب في حوادث الطرقات 70% هو شرب الخمر والعياذ بالله فقدنا النفس وحتى ما غير حوادث الغروب قداش من واحد يطعن جاره مسكين لانه في حاله سكر يخنق زوجته يقتلها مسكينه في حاله سكر يرمي يخلي نفسه في الواد ولا يموت هكذا بسبب انه في حاله سكر فهي تؤثر على الدين تؤثر على العرض قداش من واحد كان شريف عام وروحه عزيز ورجل كذا به شرب الخمر فدع زوجته وقبض ضراه وضيع عرضه والعياذ بالله وبنته الى يوم المجرى كذلك المال قرب الخمر هدية يستولوا فيها كما الوسكي وغيرها والعياذ بالله توصل 100 دينار و150 واكثر ثم قوارير غالية الثمن مستوردة ثم ناس يوميا يمشي الخمارة يترك 20 30 دينار ويروح وصغار ما لقاوش باش ياكل الفوت ولا حول ولا قوة الا بالله يعني شوفوا الخمر تؤثر على الكلية الخمس في كلها مفسدة وليس فيها أي مصلحة ولا أي منفعة ممكن بعض ممكن يقول لها رب سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس ما هي المنافع؟ هي المنافع المالية الناس اللي عاملين تجارة الخمر يصوروا فلوس ولكن يويلهم عن رب يعني ذنوبهم وآثامهم والمقت اللي ينزل عليهم لا مثيل لهم قضية مش قضية الأموال الإنسان يكون عامل بتاعه طيب وما يكونش خبيث إذا كما ذكرنا أن تكون وصفا مناسبا للفقير موافقا له من حيث جلبها للمصلحة ودفع المفسدة ومثال ذلك نذكر أن شاء الله كما بيناها نزيد الأخص ومثال ذلك نقطتان نرجع للسطر النجاسة والقذارة الموجودة في لحم الخنزير والحقيقة أنه طب الحديث الآن ويعني التحاليل البيطرية والمخبرية تثبت حاجة أخرى أكثر من النجاسة بتاع الخنزير والقذارة شنو هي أكبر مصيبة في لحم الخنزير؟ جرثومة أحسنتي فما دودة شريطية بكتيريا في لحم الخنزير يعني تأثر سلبا على الإنسان والمصيبة الجرثومة هذه ما تموتش بالطهي وبالقلي وبالتطهيب وبالنار ما تموتش مصيبة والعياذ بالله وبعض من ياكل لحم الخنزير يتأثرون حتى بالطبيعة بتاعه خنزير معروف أنه لا يغار على أهله لا يغار على أنثاه فشوفوا أنتم أهل الغرب يعني ما يغارش على زوجته زوجته تمشي تبات مع رجل لطف ولا تمشي تخرج من البيت ما تروحش لا يغار عليه بسبب اكله للحم الخنزير نفس الشيء تلقاه عند كثير من العرب تلقاه عند الغل والحقد خاصه اهل الجزيره في الصحراء بسبب ماذا؟ بسبب اكله للحم الجمل الجمل معروف الجمل معروف بالحقد بتاعه الغل يعني اذا كان اذيته يقعد يشد لك الغل لسنوات ويحرص على قتلك قداش من واحد يبارك عليه جمال قتله كسر اعضاءه ولا عظمه ولا حاجه رقبته فالغل موجود عند الذين يدمنون على اكل لحم الجمل، فطبعا لا يمشي تهمه لاهل الصحراء واهل الجنوب حاشاهم، ولكن اثبت تحدثوا عليها ابن القيم رحمه الله تلقاه في كتاب الطب النبوي، من كتاب زاد المعاد اخر جزء سماه الطب النبوي، تحدث على اثر الطعام على خلق الانسان وعلى طبيعه البشر، حتى ممكن من الخلدون تحدث عليها. جاء الطب الحديث يؤكد هذه المساله. فالطعام يؤثر على طبائع الناس وعلى سلوكهم وعلى مشاعرهم ولذلك الانسان لازم يحرص على اكل الطيب ويبتعد عن الخبيث فالغ لحم الخنزير رب العالمين حرم الذي شيء له في اضرار كبيره اذا نكتب اعطينا النجاسه والقذاره الموجوده في لحم الخنزير وصف مناسب للتحريم وهو وصف يقبله وهو وصف يقبله العقل
والفطرة والذوق السليم، وهو وصف يقبلهما العقل والفطرة والذوق السليم. ولذلك عرف أبو زيد الدبوسي أحد علماء الأصول، الدبوسي معروف، عرف أبو زيد الدبوسي الوصف المناسب للعلم، يعني الوصف المناسب بأنه لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، رأس السطر المصر واستقدار الزنا وتفحشه وصف مناسب لتحريمه. لأن النفوس العفيفة والفضائل العليا تأباه. وصفا ظاهرا منضبطا، يعني نجم حددها، ما تكونش مسيبة هكذا هلامية كما يقال، أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. ولذلك عللت الأحكام بأوصاف ظاهرة منضبطة ولذلك عللت الأحكام بأوصاف ظاهرة منضبطة ولم تعلل بأوصاف خفية. والهدف من ذلك أوصاف خفية والهدف من ذلك هو استقرار الحكم ويسر تطبيقها. ومثال ذلك نقطتان: الإسكار فهو وصف ظاهر وجلي ووصف منضبط يحصل كلما شرب الخمر من أي شارب وفي أي وقت
بكلمة المنضبط. أي الذي لا يتخلف. أي الذي لا يختلف عفوا. لا يختلف أحيانا باختلاف بعض الأشخاص والظروف. أي لا يختلف أحيانا باختلاف بعض الأشخاص والظروف. يعني نجم نعبر عليه الآن بلفظ تاعنا مضطرد، يعني يكون مضطرد هذا الشرط وهذا الوصف مع السكر، فكل واحد يشرب الكمية هذه من الخمر إلا ويسكر ويتأثر مهما كانت ظروفه وملابسته. قلنا آلة جيم توا. أن تكون وصفا متعديا يمكن سحبها على حالة أخرى. أن تكون وصفا متعديا بأن لا تكون مقصورة على محلها وأصلها. بأن لا تكون مقصورة على محلها وأصلها. فإنها عند قصورها فإنها عند قصورها تبقى كذلك ولا يعديها المجتهد إلى الفرع. ولا يعديها المجتهد إلى الفرع، يعني ما يسحبهاش على حالة أخرى لأنها عندها خصوصيات لا يقاس عليها. ولا يعديها المجتهد إلى الفرع. الفرع يعني الحرف الآن. اللفظ إذا معنى هذا في الجملة. ومعلوم أن القياس هو تعدية العلة والحكم من الأصل إلى الفرع. فاصل. وهو إلحاق الفرع بأصله. فاصل. وحمل المجهول على المعلوم. المعلوم اللي هو الأصل، المجهول هو الحكم الجديد ما عرفوش. فاصل. وإذا انتفت تعدية العلة ينتفي معها القياس ذاته. إذ لا قياس إلا بالتعدية والإلحاق. إذ لا قياس إلا بالتعدية والإلحاق. واضح الكلام إن شاء الله. يكون الوصف هذايا نجم نسحبوه على حالات أخرى، يكون شيء قاصر على الأصل على الحالة نتاعو. واضح؟ شروط الحكم شبه عامة آخر إن شاء الله.
يشترط في الحكم نقطتان وقعهم نكتب كالعادة أن جد يشترط في الحكم أن يكون شرعيا لأن مدار البحث في القياس والأحكام والأصول كونها شرعية إسلامية وليست عقلية أو حسية أو غير ذلك شوفنا نحن مع الحكم كان تذكر في أول الدروس مع الأصول شوفنا الحكم فهم الحكم العقلي والحكم الحسي والحكم اللغوي وبين الحكم الشرعي يغير الأشياء الحكم الشرعي عن خصوصيته بعد شفنا أن يكون شرعيا أن لا يكون منسوخا فصل لأنه لو كان منسوخا لبطل العمل به أعطونا مثال فما حاجة النسخة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ما لم يحرم الخمر لا شوفوا حاجة أخرى أكثر مسألة ما ضاع نسخة العشر مع بعض لخمس مرات لا حاجات أخرى كبيرة نسخة تبني شيخ فما أشياء نسخت تلاوة وحكما وفما أشياء نسخت تلاوة وبقي حكما وفما أشياء نسخت حكما وبقي تلاوة واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة انهاء أول الأمر عن زيارة المقابر وبعد أباح نسخ الحكم وانهاء النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار الاضاحي قال كنت نهيتكم عن ادخار الاضاحي لاجل الدافه الا فكلوا وادخروا وتصدقوا كما في صحيح مسلم في معنى حديثه فنهاهم انهم يدخروا شيء من الاضاحي يعني لازم كذا الاضاحي يكون يصرفوها كل يدخل وتصدقوا بها لانه ثم ناس فقراء ثم جاء الحكم تسخر امر ذاك واضح ثم كثير من الاحكام المنسوخه الأحكام اللي تنسخت ما تهمناش نحن ما نقيسوش عليه تنسخ لأنه يتنسخ بحكمه باطل ما عادش يهمنا يهمنا كيف الأحكام القارة التي لم تنسخ ولم تتبدل ولم تتغير هذه التي تهمنا واضح؟ لأن سليم يعني حالة ثابتة مش حالة مايعة ولا طارحة ولا لا أصل لها يبني على الحكم ثابت وصحيح ألا يكون منسوخا لأنه لو كان منسوخا لبطل العمل به ولبطل من باب أولى القياس عليه جيم هذا جيم ألا يكون خاصا لأن الخاص يقصر على صاحبه ومحله ولا يتعدى إلى غيره
أهدى جيم دل الآن دل آخر إشارة شرط شرط الحرم دل أن يكون حكم الأصل أن يكون حكم الأصل مقدما على حكم الفرع كيف اسمه قبيلها مقدما على حكم الفرع هذا بناء على وجوب هذا بناء على وجوب تقدم الأصل على الفرع هذا بناء على وجوب تقدم الأصل على الفرع كما بينا في شروط الفرع تحدثنا عن الفرع يكون بعد الأصل نأتي إلى أخذ جديد إن شاء الله نكتبه بعد اسم فصل المعاني بإذن الله تعالى مسالك إثبات العلة في نفس القياس مثل إثبات القياس إن شاء الله نفس الدرس مسالك يعني طرق شئتم مسالك إثبات العلة للعلة مسالك وطرق للعلة مسالك مسالك وطرق لإثباتها للعلة مسالك وطرق لإثباتها وإقرارها وهذه المسالك والطرق للعلة مسالك وطرق لإثباتها وإقرارها وهذه المسالك والطرق كثيرة أهمها بين كثرة المسالك فقط العلماء يجيبوا كثير من المسالك والطرق يتوسعوا فيها يجيبوا كثرة طرق اللي هي مجمع عليها تقريبا عند العلماء قلنا أهمها طرق إثبات هذه العلة مرة إثبات العلة بالنص الشرعي إثبات العلة مرة أولى بالنص الشرعي شنو هو النص الشرعي؟ القرآن والسنة أحسن السنة بين قوسين القرآن والسنة منصوص عليها في الكتاب والسنة ما يتعرفش واحد واضح مرة ثانية إثبات العلة بالإجماع الشرعي إثبات العلة بالإجماع الشرعي بين قوسين اتفاق المجتهدين اتفاق المجتهدين ثالث مطلب إثبات العلة بالاجتهاد الشرعي إثبات العلة بالاجتهاد الشرعي بين قوسين النظر والاستنباط فقط النظر هو الاستمرار تو فصل هذه العناصر ان شاء الله الدرس المقبل شكون عنده استيضاح شكون عنده استفسار فليتفضل او سؤال بالنسبة للستائر بتاع
كي قالت له شنو هي الدليل معناها، قالها فما حديث للرسول صلى الله عليه وسلم انه دخل مره منزل صحابي فراح معلق كل معرفش كلين ولا حاجه، فقالوا شنو هي معلق، وقالوا للزينه، قالوا فانا ما صليش في داركي انت معلق حديث من كيف، قالت لي هذه الفلوس وكذا، فما عرفش. هو انا فكر ان فما حديث ينهى يقول فيه نفس الصفين معناه لم نظهر بستر الجدران، يعني انك تعمل على شباك ستاره لا باس، على باب على ريدو في مدخل، اما الجدار كله مغطيه بالريدوات هذا في تبذير في تشبه بالكفار والعياذ بالله. فقلنا انه حكمه كراهه او تحريم، انا ما استحضرش الدليل هذا زين ثابت ان شاء الله ونرجع نقول لك اللي نعرفه انه منهي عنها نسق الجدران بالسفير. من الزين كبر بعيد الفلوس حتى يعطي الدراهم للسفائر، علاش؟ شيخ هو هذاك السائل هذاك المعمول به الناس الكل ولات تعمل هذاك يعني الدراهم الكل يشتروها ولاو يعني قصد الستائر يعطي مش شباك بركه يعني تعديوا على يعني الحيط اللي فيها شباك يسوي لا مش نحط على ذيك انا عندي شباك في شيء هذيك في الوسط مش نعمل ريدو ستاره على جوال لا بأس مش انا نحكي بجدران الكل ليش؟ ما دام ثم علة ثم شباك وثم ضوء وانا مش نعمل واسع شوي لا بأس، اما نحكي على جدران كنت شو استراح هذا هو من يعرف يعني اذا كان ثم شباك لا بأس ثم ضوء اخر. تفضل نحن عنا في المذهب المالكي أن لحم الإبل لا ينقل وضوء. يراوي المالكية أن الحديث هذا منسوخ. قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلا لحم الإبل مقطع الحافة ذيك وهو صلى ما توضاش. وقال نسخ الحق. يعني مسألة خلافية. هذاك علاش المذهب المالكي ما عادش ما ينقل وضوء. تقطع من ذلك الحمل. واضح؟ تفضل. نقول ما نسمعه نستغفر الله لي ولكم من الغفور الرحيم والله اعلم احد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم.